ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط في الرياح مع فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية. هذه أبرز الظواهر التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد وأن الطقس سيشهدها خلال الساعات القادمة. التفاصيل الكاملة نعرضها لحضرتكم من خلال هذه التغطية. كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، وقال إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض خمسيني يحمل كتلا هوائية جنوبية شديدة الحرارة ونشطة. كما أكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية تأثير المنخفض ستكون على القطاع الغربي من البلاد، والذي يشمل مطروح والسلوم، ومن ثم ينتقل تدريجيا لباقي المناطق، وأن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على مدار 48 ساعة القادمة، موضحا أن العظمى ستسجل 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن اليوم هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب الجمهورية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية. وأكد أيضا أن غدا الاثنين هو ذروة الارتفاعات، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى ما بين 38 و40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتصل أكثر من 40 درجة مئوية على محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنتقل غدا لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال الصعيد. من جانبها كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شديد الحرارة يومي الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 من مايو الجاري على أغلب الأنحاء، ومن الثلاثاء يبدأ انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس ليلا معتدل وفي الصباح الباكر معتدل أيضا على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص مهيئة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد. وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وأيضا فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة. وأخيرا بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر و75 بالمئة، والرياح السطحية تكون شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعوا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.